الاتفاقية المثيرة للجدل التي كانت موضوع نزاع قضائي وأدت إلى احتجاجات في الشارع المصري. تضمنت قرار البرلمان المصري يوم الأربعاء الماضي الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر وغير المأهولتين إلى المملكة العربية السعودية. على خلفية هذا القرار، شهدت العاصمة المصرية القاهرة اشتباكات بين الشرطة ومشاركين في مظاهرات جرت احتجاجا على قرار البرلمان، كما تجري في مصر حاليا حملة تقودها أحزاب عدة من بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تدعو المواطنين لمعارضة هذا القرار والمشاركة في الاحتجاجات. ويتزعم هذه الاحتجاجات المعارض المصري من معسكر اليسار حمدين صباحي الذي كان منافسا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. آلاف الصفحات على فيسبوك أيدت هذه الاحتجاجات تحت عنوان التفريط خيانة، وتحث الناس على الاحتجاج في ميدان التحرير. حزب المصريين الأحرار المؤيد للسيسي أصدر بيانا ندد فيه بالاتفاقية بشدة، وقال في بيانه أن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا تأكيدا على أن أرض جزيرتي تيران وصنافير كانت وما زالت تحت السيادة المصرية فعلا وعملاً.